بيقدموا الجزائريين راهم يتقدموا رايحين جايين وحنا في الانتظار. انا يعني ما تربش حال هذا بلا بنا. ارموهم. اسمع ارمي بالبيك خليك ما خاف. تفضل اسمع ارمي شوي شوي. يا اخي الجيش الجزائري راهم مقتحمنا يحمل بعض الإرهابيين الذين نفذوا عملية عين ميناس جنسيات دول إسلامية وآخرون جنسيات دول أوروبية، في حين أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بعدم وجود أي فرنسي من بين هؤلاء. قوات الجيش الوطني الشعبي تنجح في إنهاء أزمة الرهائن بعين ميناس باحترافية وتجنب حدوث مجزرة حقيقية. وهذه الآن صور للأسلحة التي تم حجزها خلال العملية، حيث تم إذن استرجاع ستة بنادق رشاشة من نوع FMBK و21 بندقية رشاشة آلية من نوع كلاشينكوف وبندقيتين ذات منظار، وكذلك كما هو باد على الصور هي أسلحة معتبرة، منها أيضا مدفعين هاون عيار 60 مليمتر كانت مجهزة بقذائف، وأيضا ست صواريخ من نوع C65 مليمتر، وهي الأخرى مجهزة بمحطة إطلاق، وأيضا سلاحين من نوع RPG وثماني قذائف روكت وعشر بنادق أو قنابل يدوية كانت موضوعة في أحزمة ناسفة كما تشاهدون. كما تم أيضا ضمن هذه ما استرجعه الجيش الوطني الشعبي ألبسة عسكرية أجنبية وشحنة من الذخيرة والمتفجرات. إذن هذا هو الكم الهائل من الأسلحة التي استرجعها الجيش الوطني الشعبي إثر عملية تحرير الرهائن، والصورة تبين بأنها أسلحة معتبرة وهي العملية التي جنبت الجزائر بهذا الكم الهائل من الأسلحة، جنبتها كارثة حقيقية. ونربط الآن الاتصال بالزميلة نعيمة النويوات، وهذا الاتصال عبر الهاتف من عين ميناس. نعيمة، إذن تابعت العملية عن قرب هناك في عين ميناس، هل لك أن تضعين في صورة مجريات الحدث؟ نعم، للتو كان لنا لقاء مع قيادة عسكرية، حيث صرحت أن الجماعة الإرهابية تلقت ضربة موجعة
برضه موجعة، حيث كانت نهاية العملية على الساعة 11، ليبقى تطوير القاعدة لحد الآن. خلال المهمة التي دامت 4 أيام تم القضاء على 28 إرهابي والقبض على 2 أحياء من جنسيات ليبيا، تونسية، سورية، مصرية، يمنية، هولندية، كندية، ومالية حسب مصادر أمنية مؤكدة. تم استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة الحربية والذخيرة مثل قذائف الهاون من عيار مثل قذائف الهاون أقول، قذفة صواريخ سيرجي، رشاشات أسان، رشاشات كلاشينكوف، قنابل يدوية، أجهزة اتصال ومختلف الأنواع من الذخائر والأسلحة الحربية. تم تحرير 1130 رهينة بين جزائريين وأجنبيين. تم تحرير 600 جزائري تم تحرير 1300 رهين بينها ما يقارب 100 رهين أجنبي لم تحدد لحد الآن بعض هوية بعض الأجانب. وكذلك تم استرجاع صواريخ أرض قصيرة المدى. هذا كل ما لدي. نعيمة، قبل أن تغادرين سؤال ثاني، هل بقي هناك من مصابين في مستشفى عين ميناس؟ لحد الساعة لم يبقى أي مصاب، تم إجلاء كل المصابين وإسعافهم بطريقة جيدة ومهنية واحترافية. نعيمة، إذا كنت معنا عبر الهاتف من عين ميناس، شكرا لك وسنبقى على تواصل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. بحنكة وخبرة كبيرة، القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي تثبت مرة أخرى جدارتها مجنبة الجزائر كارثة حقيقية. عودة إلى كرونولوجيا الاعتداء الإرهابي وعملية تحرير الرهائن في هذه الورقة لموسى مصطفى بباسة. I think my colleagues have summed it up absolutely fantastic. عملية التدخل جرت في ظروف جيدة وكانت ممتازة بفضل خبرة الجيش، خرجنا سالمين. هي فرصة لنقدم الشكر للشعب الجزائري الطيب. I think the commitment. قوات التدخل قامت بعمل خارق لإنقاذنا. أشكر كثيرا الجيش على مساعدته. أنا كنت هنا عند إنشاء هذه القاعدة، سأعود إلى هنا لأعمل. الشعب الجزائري رائع وطيب. بانتهاء العملية العسكرية النوعية والهجوم الذي قامت به القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي ضد الاعتداء الإرهابي الذي طال القاعدة البترولية بمنطقة تيغنتورين بإن ميناس، تكون الجزائر من خلال جيشها الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قد أبانت عن صرامة وعقيدة راسخة بأن لا رضوخ ولا تفاوض مع الإرهابيين ومع كل من يحاول المساس باستقرار وأمن البلاد. الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حدث في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي نفذته مجموعة إرهابية تتكون من 30 شخصا من جنسيات مختلفة مدججة بترسانة حربية حقيقية. فبالنظر إلى حساسية الموقع وخطورته كان دور القوات الخاصة جد معقد، إضافة إلى وجود عدد كبير من الرهائن. فبعد محاولات التوصل إلى حل سلمي طيلة يوم الأربعاء وتعنت الإرهابيين الذين كانوا بصدد ارتكاب مجزرة كبيرة وكارثة حقيقية بالمنشآت الغازية، جاء تدخل القوات الخاصة بحنكة وخبرة واحترافية كبيرة يومي الخميس والجمعة، حيث تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من تحرير 573 رهينة جزائرية و100 أجنبي، وتم القضاء على 18 إرهابيا. أنا راني لاباس والعمال الآخرين كاع لاباس، ما صرا حتى حاجة، خرجنا سالمين. كي خرجنا من البيريمات هذاك تاع واحد 1 كيلومتر ولا الناس كاع ولات تضحك، كاين اللي قاعد يبكي كاع. أنا من تركيا وأعمل لصالح شركة فرنسية، كل شيء هنا على ما يرام، والفضل في ذلك يرجع للجيش الجزائري الذي تدخل وأنقذنا. العملية كانت خطيرة وحساسة، لكن تدخل الجيش كان رائعا حيث أنقذنا أنا وأصدقائي.
الاعتداء الإرهابي لم يتوقف هنا، حيث حاول الإرهابيون إضرام النار بالمركب، غير أنه تم التحكم في الحريق بفضل يقظة رجال الحماية المدنية وقوات الجيش، لتتواصل العملية العسكرية ضد المجموعات الإرهابية المتبقية والتي قامت باغتيال 7 رهائن أجانب، لتتمكن وحدات الجيش في الأخير من تحرير كافة الرهائن المتبقين والقضاء على 11 إرهابيا. عملية التدخل كانت ممتازة من قبل الجيش الجزائري، انبهرت لذلك، إلا أنني أتأسف للذين لم ينجوا. مجموعة الجيش والدرك الجزائريين أديا عملا شجاعا. العملية كانت موفقة للغاية. لتقوم القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي في نهاية العملية بنزع الألغام على مستوى المنشأة الغازية لتعود للنشاط والعمل مجدداً.